ورحمة الله. يصادف يوم ثاني دجنبر من كل عام ليوم الوطن لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم هذه الفئة ولفهم قضايا الإعاقة. وبهذه المناسبة يقدم تلاميذ القسم المدمج لذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة الشهيد محمد زرقطوني نشيدا بعنوان قولوا لي يا ناس. جلوس ألف ألف باء باء.